السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله غنطرقوا لواحد الموضوع اللي هو هذا الموضوع تشغل جميع الناس والناس يتحاشوا أنهم يتكلموا فيه وحتى أن هذا الموضوع يخوف بعض الناس. وهذا الموضوع يعني مهم جدا باش يعرفوا الناس وكشفوا الغطاء عليه. شحال ديال الناس تيفهموا الناس بالغلط، وشحال ديال الناس توصلوا المعلومة بالغلط، وشحال ديال الناس ما عندهمش اختصاص في علم الحكمة وعلم الأسرار. وهادشي راه داخل في علم الحكمة، داخل في علم الأسرار، داخل في علم هاد العلم هذا عند الشيوخ فقط، الشيوخ أهل الزوايا والشيوخ ديال الحكمة والشيوخ ديال الأسرار وأهل الولاية. راه ماشي كل من هب ولد بعدو هاد العلم، هذا علم بوحده. هاد العلم ما تقراه في مدرسة لا في كوليج لا في كلية، كل حاجة اختصاص ديالها، كل حاجة وسياق ديالها، كل حاجة واد ديالها. هاد العلم هذا قليل الناس اللي عندهم، والناس اللي باقي عندهم راهم طاعين في السن او ورثوا الابناء ديالهم او التلاميذ ديالهم، عطانا الله في عمرهم او رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم. غنتكلموا على الزواج، الموضوع ديالنا ديال اليوم باذن الله بامر الله زواج الجن من الانس او زواج الانس من الجن. نتكلموا واحد النبذه قصيره عن الجن. كما تعلمون حياه الجن قريبه الشبه من حياه الانس، الحياه الطبيعيه لحياه الانس. فهناك حب وكراهيه واتفاق واختلاف ومحبه وخصومه. اما الافراح لدى الجن في الاعراس فمختلفه بمظاهرها وتقاليدها بل وتكاليفها من طبق الى اخرى، مثلهم مثل الانس، كيف كيف فقراء اغنياء مثقفون اميون رتاب مستويات جمال قبح ظلم عدل، هكذا كما في الحياة البني آدم. ثم لا 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 من مدينة أو دور أخرى، من مدينة الجن إلى دور الجن، من مدينة إلى أخرى. ثم ننتقل إلى جماع الجن، جماع الجن شي عادي للجن مثلنا، لكن هما يختلفون عن أعضائهم. اختلاف الجنس الجنس الجني يختلف عن الجنس الإنسي، يعني من المفهوم ديال الجنس، الجنس ماشي هو المفهوم غاديش تتبع عقل الناسين، يعني التركيبه الجسمانيه ديالهم والتركيبه الخلقيه اللي خلقهم الله. الجني حتى هو عنده حب، عشق، كره، كذب، نفاق، الظلم، ظريف، قبيح، طويل، قصير، خيب، زوين، اسمر، ابيض، احمر، اصفر، يعني هكذا. العرس عند الجني مثل بحال الانسي، العرس الجني مثل العرس الانسي، كيف هكذا. ثم عندهم ليله الدخله، عندهم الضيوف، العرض اللي بغينا بحال الانس، كذا الدعوات، مسائل الى اخره. غير هما تيختاروا في واحد المساله، ما هي المساله الاولى؟ ان الجنيه تقدر تحمل بتسعه او عشره او 12 من 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 الاجنه داخل بطنها على غير الانسيه. الانسيه تقدر تحمل واحد جوج ثلاثه اربعه، حكمة من الله تلقاو شي مرا قالك تولد السات ولا السبعات ولا الثمانيه، الله اعلم، يعني حكم من الله. هما لا، هادشي ما عندهمش عادي، عندهم سميتو. الجني اصغر جني راضي عنده 150 سنه، حنا 150 سنه عند الانسان راه 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 معمر، راه ماشي زعما اعتذر عن ضعف الصوت، راه ماشي 150 سنه عند الانسان عنده شي حاجه بحال الله تزيد، يلاه عنده سنه ولا 200 شهور ولا باقي في الرضاعه. الانسان 150 سنه راه معمر، زعما راه عندنا حاله استثنائيه. ولماذا دائما يتم ذكر الجن على الإنس في القرآن الكريم؟ دبر المرحلة هي كما قال العلماء بارك الله فيهم، العطف بالواوي لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فالكل مخلوقون لله ومخاطبون بالشريعة، ومخاطبون بالشريعة وسيحاسبون أمام الله،
وهم مشتركون في هذه الأمور وفي غيرها. ولا تقديم الجن على الإنس راجع إلا أن الجن كان موجودا قبل خلق آدم عليه السلام. فلما خلق الله آدم أمر بالملائكة بالسجود له، وكان إبليس وقال العلماء لا تقديم بسبب أن الجن تشمل الملائكة بجميع الاستطار في كل. فذلك يقول الله تعالى على الكفار وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، سورة الصافات، حيث قالوا إن الملائكة بنات لله وأن الله وأن الملائكة لله، وسخر من الجن ملائكة السبع قيام الذي يعملون بلا أجر. هذه قصة أخرى عن الملوك السبع بالمفهوم ديال بنادم، عبد الله بن المذهب ديال الأحد، أبو مراد ديال الاثنين، أحمر ديال الثلاثاء، برقان ديال الأربعاء، شمهاروج ديال الخميس، زوبعة صاحب الرؤوس الأربعة ديال الجمعة، ميمون أبو نخم قبيلة الميامين يوم السبت. فأما قوله تعالى في سورة الرحمن بعد بسم الله الرحمن الرحيم لم يطمتهن إنس ولا قبلهم ولا جان، يعني بحال البلايص ما تخليهم لا إنس لا جان، ولا يسأل عن النبي إنس ولا جان في سورة الرحمن أيضا. ثم قال الله عز وجل في سورة الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لأن دائما لفظ الجن هنا لا يتناول الملائكة بحالين، وذلك لنزاهة ما العيوب وأنه لا توهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب. فلما لم يتوانهم عموم اللفظ لهذه القرينة بدأ اللفظ إنسان لفضلهم وكمالهم، هذه من جهة. ثم نرجع إلى بداية الكون المخلوق الأول ومتى تم خلق أول المخلوقات. أول خلق خلقه الله هو الماء، خلق الله عز وجل تعالى الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم الأرض، ثم السماوات، ثم سيدنا آدم عليه السلام الذي نحن من ذريته كان هو آخر الخلق. ولماذا الحكمة من الله؟ لماذا خلق الله الماء هو الأول ثم العرش؟ ثم القلم، وقيل بعض العلماء خلق الله القلم هو الأول، بعض العلماء قال أن الله خلق القلم هو الأول. كما قال الله عز وجل في أحد الصور في صورة فصلت قل بسم الله الرحمن الرحيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون لله أندان ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى للسماء ويدخان فقال لها والأرض أأتي طوعا أو كرقا لا أأتي طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النار يوم الأربعاء والتفيه للدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد عصر يوم الجمعة آخر خلق في آخر الساعة من ساعات الجمعة بين العصر إلى الليل رواه الإمام أحمد في مسنده. ثم أن لا يمكن للجن أن يكون مع الإنسية في معاشرة إلا تشكل ذلك الجني لذلك الإنسية في صورة إنسان. لماذا؟ لأن لا 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 كما قال الله عز وجل من آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إنسية جني جنية هكذا، غير يتيكم واحد اتصال ديال الزواج يعني لا 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 يعني بحال المصطلح الصائب بحال النوم، انت بين انت مع جنيه وانت مع جني، تيكون واحد تخيلات في النوم او في غيبوبه وتيكون اتصال العقل الباطني مع الروح الخبيثه ديال داك الجني لانه ما روح دون جسد. مثلا عندنا واحد السيده تكون غادي تطيح على حجر
طيح في طوبيس، طيح في حافله، طيح في دار، طيح طيح تجرح مسكينه. هذيك اللحظه تيبقى خسر لي هذاك الجني بواحد اتصال بين عقليه وبين روحي وبين الروح ديالو هو. لهم يتشكلون مو فيها اي فيها اي اس. ثم لان لا 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 الزواج بين الجني والإنسية والإنسية والجنية غير معقول. لا لا كاين حوادث كثيرة تأكد هذا الشيء، ولكن صدق القول أن الزواج بين الإنس والجن غير واقعي إلا في حالة واحدة، إلا تشكل الجني في صورة بشر أو تشكل الجني في صورة بشر، وحالة نادرة واستثنائية. لماذا؟ لان او خيالي او شبه خياليه، والاستثناء لا حكم له كما يقول العلماء. ويؤكد ذلك هذا اقوم بتبين لكم ان مثل هذه الحالات الشاذه التي يتم فيها الحمل مطلقا لا يمكن للجنيه ان تلد من الانسي، ولا يمكن للانسي ان تلد من الجني. لان وعزكم الله هذه الكلمه، لان من الجني ليس هو من الرجل، وهكذا. وعلى من الذين يقولون ان بلقيس من الجن فانهم كاذبون واهمون. كاين بعض 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 المشعوذون تدخلوا بحال تدخلوا بحال 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 الاخبار. والسنه وارده في هذا، الانسان لا تدري في شيء فردوا الى الله ورسوله. ثم ان القصه سيدنا سليمان راه واضحه في هذا الشان. لماذا؟ لان كل شيء وارد في القرآن، ولأن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، وأن القول الذي ينطق عن كتاب الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السنة، لأن لا لا لا, لا نقاش فيه ولا 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 مجادلة ولا سوى أنك تقول سمعنا وأطعنا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لأنه كان قرآن يمشي بين الناس. ثم أن عندما تكون هذه الحالة، عندما يقوم الراقي بصرع أو رقية ماريدة يقول هذا الجني متزوج بها، فإنه ذلك الجني كاذب وواهم. وهكذا حتى عند الإنسيات. لهذا لا يوجد زواج من الجني أو من الإنسي إلا في متخيلات ووساوس وأحلام ونوم وسبات عميق هكذا. ثم لا يمكن للإنسية أن تزوج بشيء لا يتم ظهوره، ولا يمكن للجني أن يتزوج بإنسية يعني، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت تولي في الدنيا والآخرة. وصلى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا ابراهيم في العالم، انك حميد مجيد.